أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون تنظيم حالة إدخال الذهب الخام إلى سوريا والرسوم المترتبة عليه، وأصبح قانوناً. وحسب المشروع يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام إلى سوريا، ويعفى المدخل من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخاله بصحبة مسافر، كما يعفى مدخل الذهب الخام من جميع الضرائب والرسوم، ويستوفى منه رسم مالي مقطوع قدره 100 دولار أمريكي لكل كيلوغرام واحد. التقى المدير العام لهيئة الاستثمار السورية وفداً يضم ممثلين عن شركات روسية في بروستوف، وجرى عرض مفصل للحوافز والتسهيلات والضمانات المهمة التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمستثمر الأجنبي، ودور البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار في تبسيط إجراءاته وتسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوريا. اتهم الأمين العام لأوبك هيثم الغيص وكالة الطاقة الدولية بتشويه سمعة صناعة النفط والغاز في أحدث خلاف بين المجموعتين بشأن سياسة المناخ، وقال الغيص إن هذا يمثل إطاراً ضيقاً للغاية للتحديات التي نواجهها، وربما يقلل من قضايا مثل أمن الطاقة والحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها، كما إنه يشوه سمعة الصناعة ظلماً باعتبارها وراء أزمة المناخ. أبقى بنك الكيان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75%، في حين أكد محافظ البنك أن الحرب المستمرة على قطاع غزة من المتوقع أن تكلف حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، تشمل النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية وجهود الإعمار. أعلن المصرف المركزي الروسي أنه سيستأنف بيع وشراء العملات الأجنبية عبر صندوق ثروته السيادي العام المقبل، وبموجب الآلية تشتري روسيا وتبيع عملات أجنبية مثل اليوان الصيني لإعادة الاستقرار للروبل، وعندما تصبح العائدات أقل من عتبة محددة تبيع روسيا اليوان من صندوق الثروة الوطني وتشتري الروبل لتغطية النقص في الإنفاق الحكومي اليومي، وإذا ارتفعت العائدات أكثر من المتوقع تشتري اليوان للإدخار في الصندوق. كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الغياب عن المشاركة في محادثات المناخ السنوية جوب 28 التي ستعقد في دبي بمشاركة رؤساء دول ودبلوماسيين من نحو 200 دولة. وكشف البيت الأبيض أنه سيرسل فريق المناخ الذي يضم المبعوث الخاص جون كيري ومستشار المناخ علي زيدي ومستشار الطاقة النظيفة جون بوديستا.